طائر البسبوس أو ما يسمى بالسميريز الأوروبي. بزاف تيخلطوا بين الكنار وبين طائر البسبوس والسميريز في الطبيعة، حيث أنهم يتشابهون ولدرجة التشابه الكبير. لكن هذا الطائر ما عندوش شعبية بزاف، أنه مشهور بحال الطيور الأخرى كالحسون والكنار، إلا أنه مشهور عند محبي الطيور البرية المغردة. وهذا الطائر يستوطن كل من أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا، ويتواجد كذلك في سوريا ولبنان وفلسطين. وعزيز عليه أنه يعيش في المناطق الخضراء ديما خضراء، تكون قريب من الغابات ذات الأشجار العالية، وكثيرا ما يلاحظ بين الطيور الأخرى، وغالبا مع التفاح أو الكاماتشو والحسون. والنظام الغذائي ديال هذا الطير هذا هو أنه تعتمد على الغذاء المتشابه لطيور التفاح والحسون والكنار، إلا أن الاختلاف اللي كاين هو أن المنقار ديالو لا يساعده في تناول بعض البذور التي يتناولها طيور الحسون والحسون التفاحي، نظرا لمنقاره الصغير، إلا أنه يكتفي بالبذور ذات الحجم الصغير. ويحب الخص وأوراق الخضروات والنباتات كالهنجباء والجرجير. الفرق بين الذكر والأنثى هو أن الأنثى تكون ذات لون باهت أخضر باهت، وأن الذكر يكون به طوق أصفر فوق عنقه وفوق رأسه وصدره لون أصفر. ويمكن التفريق بينهما بشكل كبير حتى لمن كان مبتدئا، وهذا هو الذكر كما تشاهدون اللون أو نصوحة أو أن اللون ريشه ناصح. موسم التكاثر لهذا الطائر يبدأ موسم التكاثر في بداية فصل الربيع وينتهي في فصل الصيف، مثله كم باقي الطيور البرية. يفضل السميريز أن يضع عشه في أعلى الأشجار مثل الكاليبتوس أو الزيت أو اللوز، ويضع تضع الأنثى من 3 بيضات إلى 5 بيضات. ومدة الحضانة مثلها كباقي الطيور من 14 يوم إلى 16 يوم على الأكثر. يمكن تربية هذا الطائر في القفص نظرا أنه سهل في التأقلم في الأسر، كما أنه اجتماعي لدرجة كبيرة، ويمكنه وضعه مع طيور أخرى باستثناء البادجي كالنعار والكنار والحسون. وحسون التفاحي لا يمكن، لأن يعني الحسون التفاحي عنيف ضد هذا الطائر، وأن هذا الطائر يمكن تزاوجه مع الكنار، وأنها جينه مع الكنار فإنه ليس عقيما. التغريد غرابة في تغريده وجدت صعوبة في وصفه بحق تغريد مميز، ويطير وذلك في أغلب الأحيان عندما يرغب في جذب الإناث، ولديه طريقة طيران مختلفة كثيرة عن باقي الطيور، لأنه يتمايل ولديه
أنا شخصيا أحب طريقة الطيران هي في وقت التزوج، كأنه يفعل طيران بهلواني، كأنه لا يستطيع الطيران، أو أنه ليس في وعيه، أخذ جرعة من الكحول. الاسم بالعربية طائر البسبوس أو طائر السميريس أو طائر السورة، الإنجليزية سوروبان سورين، الفرنسية سوران سيني، الاسم العالمي سورينوس سورينوس. أتمنى أن يكون الموضوع شامل ومفيد. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ليصلكم كل جديد في كل ما يخص الطيور، وشكرا.